وللمزيد معي مباشرة من القاهرة زميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. أهلا وسهلا بك فهيمة. يوم أمس الأسهم المرتبطة بمشاريع رأس الحكمة هي التي قادت الارتفاعات في السوق، كيف تبدو الصورة عليها اليوم وما هي العوامل الضاغطة على إي جي إكس 30؟ صباح الخير لارا. بالفعل بالأمس شهدنا ارتفاعات قوية على سهم سويدي إلكتريك وأيضا أوراسكوم كونستراكشن. السهمين استحوذا على نحو 21% من التداولات بالأمس مع ارتفاعات قوية، يعني تجاوزت 10% للسهمين. ولكن اليوم هناك ضغوط بيعية على السهمين بالطبع بعد هذه الارتفاعات القوية التي تحققت بالأمس، خاصة وأن الشركتين ما تم توقيعه هي مذكرات تفاهم حتى الآن في انتظار العقود التفصيلية وقيمة هذه التعاقدات والمهام التي ستقوم بها الشركتين. ولكن بالطبع يعني خبر إيجابي للشركتين. السهم الذي يتعرض لضغوط بيعية كبيرة منذ الأمس هو سهم طلعت مصطفى القطاع العقاري بالكامل باستثناء صدق الذي ارتفع بالأمس 15% بعد إعلانه عن مشروع جديد في القاهرة الجديدة. اليوم يتعرض لضغوط بيعية بعد هذه الارتفاعات القوية بالأمس. سهم طلعت مصطفى يتعرض لضغط بالطبع، خاصة وأن العقود التي تم توقيعها يوم الجمعة بخصوص مشروع رأس الحكمة لم يتضمن شركة طلعت مصطفى، وهي الشركة التي تم الإعلان في فبراير الماضي عند الإعلان عن صفقة رأس الحكمة أنه أحد الشركاء في هذا المشروع. ولكن يوم الجمعة مر بتوقيع عدد من العقود مع عدد من الشركات ليس من بينها سهم طلعت مصطفى، وقد يكون السبب أن الشركة أعلنت قريبا عن مشروع ضخم في الساحل الشمالي أيضا في منطقة قريبة من رأس الحكمة. اليوم القطاع بالطبع الذي يستحوذ على اهتمام المستثمرين ويشهد ارتفاعات جيدة القطاع الصناعات الغذائية، دومتي، إيديتا، عبور لاند، كافة أسهم القطاع الغذائي على ارتفاع جيد. ولكن بالطبع المحللون يتوقعون ضغوط بيعية اليوم في ظل الارتفاعات التي تحققت وأيضا في ظل مبيعات الأجانب والعرب في البورصة المصرية على الرغم من استمرار المؤسسات في عمليات الشراء.